حكيم زياش النجم المغربي يعبر عن رغبته في مغادرة نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. يتلقى عروضاً مغرية من نادي الشباب السعودي بقيمة 37 مليوناً و500 ألف يورو، مما دفعه للاعتبار هذه الفرصة لا تفوت. يأتي ذلك بعد أدائه المميز مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 ومع فريقه التركي. زياش كان على وشك الانضمام إلى النصر السعودي في الصيف الماضي، لكن تعثرت المفاوضات بسبب قضايا الفحوص الطبية والراتب. حالياً يلعب زياش مع تشيلسي الإنجليزي، ومن المتوقع حسم مستقبله في الأيام القادمة بسبب رغبته في تجربة جديدة والعروض المغرية من الدوري السعودي. يراهن الأندية السعودية على نجوم الكرة المغربية لتعزيز صفوفها بعد نجاح المنتخب المغربي في كأس العالم.